طيب خلينا نروح للترند المحلي وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول واللي عنده مباراه يوم الثلاث بعد بكره مع الجابون، مباراه غايه في الاهميه. الناس هتقول لك لا هي مش مهمه قوي عشان احنا خلاص تاهلنا، لا هي مهمه عشان تحاول ان انت تصحح اخطائك اللي كانت واضحه جدا في مباراه انجولا. وبالمناسبه فكره ان انت تحاسب المدرب بالقطعه زي ما بنقول على موسيماني، لان في ناس تقعد تهاجم موسيماني يلعب ماتش وحش ولما يلعب ماتش حلو يقول لك ده مدرب عظيم، لا الامور ما بتمشيش بالشكل ده. المحاسبه بالقطعه غير مفيده اطلاقا اطلاقا في اطار مشروع انت بتحلم من خلاله انك تحقق حاجات كتير، سواء بقى فيما يتعلق بالنادي الاهلي او كمان فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني. كروش مدرب كويس ولا لا؟ مدرب كويس، عمل ماتشين ليبيا حلوين، عملهم حلوين. ماتش انجولا كنا وحشين؟ اه بصراحه كنا وحشين، لكن هل ده معناه ان احنا بعد ما كنا بنشيد بالراجل جامد جدا 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 نقول الراجل ده ما عندوش فكره؟ نقول الراجل ده لا يصلح؟ الراجل ده ممكن يتغير؟ لا مش دي الكوره خالص، مش هي دي الطريقه. ده كلام مش هيكون في صالح منتخبنا الوطني. ففي كل الاحوال في ثقه في الجهاز الفني كبيره جدا. هنبقى منتظرين بس ايه؟ منتظرين الاداء يبقى افضل، منتظرين النتائج لان هي الاهم، منتظرين ان احنا نوصل كاس العالم. يعني نفسنا كده اول مره في تاريخ مصر ان احنا نوصل كاس العالم مرتين ورا بعض، ونفسنا ما نغيبش على كاس العالم خالص، لان احنا منتخب كبير واسم كبير جدا في افريقيا. احنا اكتر منتخب جاب بطوله الامم الافريقيه في القاره كلها، فعيب قوي ان احنا نبقى شاركنا عدد محدود قوي ثلاث مرات بس في كاس العالم، منهم مره زمان جدا. لا عايزين دايما نبقى مستمرين وموجودين في كاس العالم.